ينضم إلينا الآن من بيروت مراسلنا سلمان العنداري. سلمان، إذن هناك زيادة كبيرة في عدد الإصابات، بعض المناطق والقرى الآن تتعرض للإغلاق، نتابع المشهد معك. بالفعل داليا، يعني تضاعفت أرقام الإصابات في لبنان في أيام قليلة، نحن نتحدث عن 43 ألف إصابة بفيروس كورونا، بينما كانت الأرقام قبل أسبوع واحد نحو 20 ألف إصابة. هناك أرقام كبيرة جدا، قلق كبير لدى السلطات الرسمية اللبنانية، أكثر من 400 حالة وفاة، وبالتالي نحن بانتظار إجراءات جديدة من قبل السلطات الرسمية. هناك عزل ل 111 بلدة وقرية في مختلف المناطق اللبنانية، إقفال تام، يمنع الدخول والخروج من هذه البلدات لمدة أسبوع، ولكن هناك اعتراضات على هذا القرار، يقال بأن هذه الإجراءات ليست واضحة، وبأن الإجراءات أو السلطات الرسمية اعتمدت إجراءات وأرقام غير دقيقة بين بلدة وأخرى، ولكن بطبيعة الحال الأرقام خطيرة جدا. فراس أبيض مدير عام مستشفى رفيق الحريري الجامعي تحدث صباح هذا اليوم عن هذا الخطر الكبير الذي يدور في لبنان، وحذر من عدم قدرة المستشفيات على استيعاب مزيد من المرضى، وبأن هناك مرضى مصابين بكورونا انتظروا لساعات طويلة يوم أمس في قسم الطوارئ، وهذا الأمر ينذر بكارثة صحية حقيقية وبالسيناريو الإيطالي كما يقول خبراء وأطباء هنا في لبنان. هذه الإجراءات بدأت صباح هذا اليوم، ستستمر لمدة أسبوع. هناك اعتراضات من قبل بعض البلدات، وهناك مجالس بلديات في مناطق لبنانية عدة اعترضت على القرار وقالت بأنه لن ينفذ، خاصة وأن هذه الإصابات قليلة جدا في عدد من البلدات، ولكن الأرقام خطيرة كما قلت. شكرا لك مراسلنا سلمان العنداري، كان معنا من بيروت.